نذهب معكم مشاهدينا لباقي ملفاتنا وإلى ملفنا الإنساني، ومن موقعها كدولة تتبوأ مركزا عالميا مرموقا للعمل الإنساني، ومن مكانة قيادتها الرشيدة التي كرمها العالم بقيادة لواء الإنسانية، لا تترك دولة الكويت بابا مفتوحا أو نافذة لإغاثة الإنسان اليمني إلا مدت يدها البيضاء لتكون أكثر قربا في تلمس حاجته وبلسمة جراحه في شدته. هذا ملخص الفيلم الوثائقي الذي عرضته منظمة الصحة العالمية في جنيف حول إسهامات وعطاءات البلاد الإنسانية باليمن عبر العقود، لنتابع. دعم يعود لعقود طويلة التزمت دولة وشعب الكويت بتقديمه للشعب اليمني بشكل مستدام. منظمة الصحة العالمية التي أنتجت فيلما تصويريا أظهر جزءا من تقديمات الكويت في اليمن أكدت أن الدعم الكويتي لليمنيين قديم العهد ولم يقتصر على عمليات الاستجابة الإنسانية فحسب، ولم يبدأ مع أزمة الصراع الدائر هناك. فدولة الكويت شيدت مستشفيات وجامعات، خرجت كوادر طبية ومهنية. طبعا مستشفى الكويت سمي باسم دولة الكويت الشقيق، والذي قامت في بناء هذا المستشفى والإشراف والتمويل، حتى فواتير الماء والكهرباء كانت تدفع من دولة الكويت، إضافة إلى مرتبات الموظفين قاطبة يعني. لا يخفى على كثير من اليمنيين المواقف الداعمة من قبل إخواننا وأشقائنا في دولة الكويت الشقيقة، التي تتمثل في دعمهم للتعليم ودعمهم للصحة، وذلك من خلال دعمهم وإنشائهم لكلية الطب جامعة صنعاء، وكذلك تشييد مستشفى الكويت الجامعي. وهذا ما لمسته أنا كطبيبة تخرجت من هذه الكلية العريقة، كلية الطب جامعة صنعاء، وكذلك مارست الطب في مستشفى الكويت الجامعي. داخل باحات وصفوف مدرسة الكويت في صنعاء جالت عدسة منظمة الصحة العالمية، والتقت هناك عددا من الخريجين. قبل 35 سنة كنت في هذا المكان، هذا المكان في مدرسة الكويت. طبعا درست في هذا الفصل، كان اهتمامي كبير جدا بالمسرح أو بالفن بشكل عام. طبعا 35 سنة وما زال الاسم هذا الكويت يحفر في راسي وذكرياتي وبداية حياتي الفنية من هذه المدرسة ومن هذا الفصل. شكرا لدولة الكويت. شكرا للكويت. شكرا لدولة الكويت. بدعم كويتي مرن تواصل منظمة الصحة العالمية تغذية شريان حياة الناس في اليمن، ومن دون هذا الدعم تؤكد المنظمة أنها ستضطر لإيقاف عملياتها، ما يعني حرمان الملايين من الطعام والمأوى والماء والرعاية الصحية. تواصل الكويت من خلال الشراكة مع الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية دعم وتطوير مستشفى الكويت الجامعي في صنعاء الذي تضرر بفعل الصراع قائم، ليبقى قادرا على تقديم خدمات طبية مجانية للمرضى. دينا أبي صعب، جنيف، تلفزيون دولة الكويت.